السلام عليكم، مرحبا بكم في الوصفات مالكة. مرحبا بالناس الجداد معنا، مرحبا بهم والف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد اكلة رائعة جدا بالدنجان، باش نصوبوها ان شاء الله في سيدنا رمضان الكريم، نسحروا بها ولا نفطروا بها ولا في ليامات عادية خفيفة وظريفة وسهلة كتصوب في الدقائق. وغندير بكم فلوغ في فيرونا، واحد المدينة رائعة جدا هنا في الطليان، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الا كيهمكم الامر خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. دابا خليكم معايا باش نصوب هذا الأكلة بالدنجان، جات اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. المقادير ديال الحشوة: الصلصة ديال المطيشة، الفرماج محكوك، موتزاريلا سميتها بوفالا، هذا النوع ديال الموتزاريلا سميتها بوفالا، يعني واحد المذاق رائع، اوريغانو ولا الزعتر ولا الزعتر، شويه ديال الثومه، شويه ديال الملحه، شويه ديال المعدنوس، شويه ديال الزيت العود، 2 كيلو ديال الدنجان ديجا غسلتو وقطعتو، خويت الزيت العود على الصلصه ديال المطيشه، وغادي نزيد الملحه، غادي نزيد المعدنوس والثومه، وغادي نخلط هذه المقادير كامله مع بعضها. خديت الدنجان درته في واحد اللاطه، وغادي ندير عليه الصلصه ديال المطيشه اللي درنا معها المعدنوس والثومه والزيت العود، كل الدنجانه كنحط عليها المعلقه كبيره ديال الصلصه ديال المطيشه، وغادي ندير على البيتزا ديالي شويه ديال الفرماج محكوك. ملي كندير الموتزاريلا والفرماج على الدنجان ديالي، خديت اوريغانو غادي ندير له على الدنجان ديالي، هاد اوريغانو كيعطي واحد المذاق رائع جدا. الا ما عندكمش اوريغانو غادي تستعملوا حتى الزعتر. الدنجان ديالي ها هو واجد، غادي نشعل الفران 200 درجه، غادي ندخلوه للفران 20 دقيقه اولا نص ساعه على حسب. من بعد نص ساعه كنخرج الدنجان ديالي من الفران وتنديروه في الطبسيل، كندردل عليه شويه ديال البيستاش كيعطي ليه واحد المذاق رائع جدا. الدنجان ديالي اللي درت عليه الصلصه ديال المطيشه اوريغانو ودرت عليه شويه ديال البيستاش جا اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، والبيستاش كيعطي ليه واحد المذاق رائع جدا، وكيعطي ليه واحد التقرمشه ان الدنجان معلك، وكنزيدو عليه داك البيستاش كيعطي ليه واحد التقرمشه وواحد المذاق لا يقاوم. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. دابا غنشارك معكم حتى هذاك اللي درت ليه موتزاريلا والدنجان اللي درت ليه موتزاريلا والفرماج، دردلت عليه حتى هو شويه ديال البيستاش، وتنقدمه بالصحه والراحه. الدنجان ديالي بموتزاريلا على الشكل وعلى المذاق ديال البيتزا جا اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. درت نص ديالو بالفرماج وموتزاريلا، ونص اخر خليته بالصلصه ديال المطيشه، باش اللي ما بغاش ياكل موتزاريلا غادي ياكل هادوك اللي درت لهم الصلصه ديال المطيشه. نصوبوهم في سيدنا رمضان الكريم، نفطروا بهم ولا نتعشاو بهم. الدنجان ديالي جاو اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر.
كنتمنى يعجبكم الدنجان ديالي. دابا خليوكم معايا، غادي نديكم باش ندير نساريكم شويه في فيرونا وتشوفوا واحد المدينه رائعه جدا، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم. هذه هي فيرونا، مشيت واحد النهار انا وعائلتي، غديت لكم غير شويه ديال اللقطات من البلايص اللي مشينا ليهم وبغيت نشاركهم معكم. غنخليكم مع الصور باش تستمتعوا شويه. هذه هي فيرونا، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. خديت لكم غير شويه ديال اللقطات من داكشي اللي سجلنا،
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. الى عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد من مطبخي. وشكرا جزيلا على كل شيء. القناه ديالي محتاجه الدعم ديالكم، كنتمنى تدعموا القناه وجزاكم الله خيرا.